مساء الخير. مساء الخير. طيب شيخ أمير، بخصوص موضوع الحجر الأسود. حجر الأسود. إيه، أنا عندي حديث صحيح من كتب السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أن الحجر ينفع بذاته. ينفع بذاته. نعم. كيف؟ ما معنى كلمة ينفع بذاته؟ طيب أطرح الحديث، أقول الحديث. تفضل. يلا. أن الله يبعث الحجر الأسود يوم القيامة، وله أعين يبصر بها، ولسان ينطق به، ويشهد على من استقبله بحق. أنت تعرف الحديث ذا ولا أول ما ولا؟ أعرفه، بس هذا حديث ضعيف. لا لا، صحيح يا شيخ أمير. وين هذا؟ صحح الألباني وروي في ابن ماجه والترمذي وأحمد. اي صححه الالباني، بس مو مشكله، لنفترض انه حديث صحيح. جيد، حلو، لنفترض ما في مشكله. من 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 الاصح، قول عمر ان الحجر لا ينفع ولا يضر، ام قول نبيك؟ طبعا قول النبي مقدم على قول عمر. قول نبيك. طبعا. فاذا الحجر ينفع ويضر. ينفع حسب اللي وارد في الحديث، ينفع. فإذا أنت تذهب وتزور الحجر الأسود وتقبله لأنه شفيع لك يوم القيامة. صح. مية مية، خلاص. طيب سوت يعني. خلاص، هاي مية مية. هو أنا ما عندي بالنتيجة، أنا ما عندي إشكال. أنا كانت عندي ماذا استفادت الأمة. أريد أبين لكم أن الشيعة اللي يزورون أهل البيت وانتم تضحكون عليهم، تستهزئون بيهم. لا لا، بالعكس. انت الان عندك حياره سوداء، هي حياره يعني، انا اشيلها الان واشمرها بالشارع بالمي، حياره، وتقول يا ايتها الحياره جئتك مستشفعا بك الى الله. شوف شوف، حياره هي. وين الله؟ وين حبل الوريد؟ وين هاي الكلاوات؟ وين التوحيد؟ حياره تشفع لك. بس اذا اقول لك النبي محمد يشفع لك، علي يشفع لك، لا شرك، الله الله موجود، الله موجود، تنطينا هاي النغمة. فخلص، فلتشفع لك الحجارة. خلص، عباد الحجارة. ماكو مشكلة ترى. لا لا، بلاك شيخ أمير، أنا ما عندي إشكالية مع الشيعة ومقدسات. يعني انت لا تقدر بحجم السنه، صح؟ لو انا غلطان وانت انت تعرف السنه كلهم عندهم مشكله مع الشيعة ويتهموهم بالشرك، صح؟ لو انا غلطان. صح. انت 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 انت, انت, انت الان عند السنه كافر، تدري لو لا؟ ممكن اطرح نقطه، بس اقول لك شيء، انت عند السنه كافر، تدري لو لا؟ والله بكيفهم ينجازون. صح. والله عند السنه للانصاف، انا ما اريد ادخل وياك بشوشره واسقط عقيدتك، لأن عند السنة لا يجوز طلب الشفاعة من غير الله عز وجل. وأنت تقول حجر الأسود الشفيعي، هذا ما يجوز عند السنة، ما يجوز. في حديث وارد عنه يا شيخ. ما يجوز هذا حديث، هذا ولذلك أنا قلت لك ضعيف أو لا يترجم بهذه الطريقة. أما حجر شفيع ما موجودة، هي الكعبة عند السنة مو شفيعة. بعد حجر تخريج الحديث في الدروس. المهم انا قلت لك انت عند السنه تعتبر كافر مشرك. تفضل، ما هي النقطه عندك؟ نقطه قلت والله شوف شيخ امير، هو اللي الناس يعني يرون مقدسات الاخرين بسخافه، ولكن لو تواجد نفس المقدسات هذه انت مدته تنعم يقولوا. عفوا ما سمعت. عفوا، عفوا، تسمعني؟ انت معي على الخط؟ راح فصل. والله ما سمعت شنو قال، ما سمعت.